عيد فدوة بالقطع نبتربكم يا زوار انتظركم خادم خدمتوا خير انتم ألف زوار فدوة رفعت راس والله. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم. قافلة العشق الحسيني أن تسير أيضا على هذا الطريق طريق الأحرار متوجهة إلى الإمام الحسين إلى المعشوق الأول إلى المعشوق الأوحد أبي عبد الله الحسين سائلين الله عز وجل أن يقبل منهم خدماتهم التي قدموها وأن يوفقهم لأن يقدموا المزيد من الخدمات. كما عهدتموها قناة الإمام المهدي الفضائية واكبت مسيرة قافلة العشق الحسيني على طريق الأحرار وعدت لكم هذا التقرير المصور. كونوا معنا سادة المشاهدين الكرام وهذا التقرير عن مسيرة العشق الحسيني. لمليت ربعي وغراضي ومن المواكب جينا لمليت ربعي وغراضي ومن المواكب جينا وعلى الموعد يا الغيار ننتظر ظلينا. برغم حرارة الجو القاسية إلا أن هذا الأمر لم يمنعكم من المسير إلى أبي عبد الله الحسين، ماذا تريدون منه؟ نجدد الحب والولاء والوفاء لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، نريد إن شاء الله اللهم ربي رفع الوباء والبلاء بحق محمد وآل محمد، وأقول بحب حسين جنينا وهمنا، بحب حسين جنينا وهمنا وما ظن لحظة في حبه وهمنا نروح بلهفة نتعنى وهمنا زيارة حضرته الشبل الزكية. أحسنتم وهذا رحمة الله الله بكم. كل احنا بدربك مشايك 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 كل احنا بدربك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يتقبل الزيارة والأعمال إن شاء الله. يتقبل أعمالكم طاعاتكم جزاكم الله. كيف وجدتوا مستوى الخدمة على الطريق؟ كيف استقبلتكم مواكب الإمام الحسين على الطريق؟ بداية أبدأ بدعاء الإمام سلام الله عليه الإمام صادق سلام الله عليه في دعاء الاستئذان يقول الإمام سلام الله عليه إلهي واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. حقيقة جزاهم الله خير الجزاء، حقيقة خدمة لا توصف من قبل المواكب، جزاهم الله خير الجزاء. قاموا بخدمة الزوار بما لا عين رأت يعني إن شاء الله، يعني حقيقة يعني لا توصف الخدمة، خدمة جدا عظيمة من مأكل من مشرب من منام من جميع الخدمة. بلي نعم بارك الله بك شكرا جزيلا، الله يتقبل زيارتكم وأعمالكم. خادم الإمام الحسين الرادود الحسيني المبدع النجفي السيد حسين الحلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا والله قوت نفس قواك الله على التعب بحق محمد وآل محمد بحق هذه الليالي العظيمة بحق سيدي الشهداء. طبعا القافلة أنتم جزاكم الله خير الوحيدة القناة اللي جاي تنقل هذا الحدث. نعم. العام الماضي جينا اعتذار إلى سيد الشهداء سلام الله عليه بنية التوسل إلى أبا عبد الله الحسين أن يرفع هذا البلاء والوباء وتعيد المجالس، والسنة إن شاء الله جينا شكرا يا حسين، الله استجاب دعانا من الحسين ورجعت المجالس، وهي قافلة العشق الحسيني شعراء ورواديد أصحاب مواكب وهيئات، وشكرا للأخوة اللي بالطريق جاي يستضيفونا جزاهم الله خير، وشكر موصول لقناتكم الطيبة استاذ عدنان حبيب الله يوفقكم ويعلي شانكم ان شاء الله، والله القناه الوحيده اللي جاي تنقل هذا الحدث. نعم. بودي ان اسال هذا السؤال، في السنه الماضيه كانت هنالك ردود وقضايا اثيرت انه وباء وكورونا وغيرها، ولكن لاحظ العالم باجمعه البرهان الذي حصل من الامام الحسين بان الاصابات قد انعدمت بعد زياره الأربعين وما قبلها من الزيارات، هذه السنه ماذا تقولون؟ لا اخو قبل الأربعين دليل عندنا المليونيه اللي ركضت طويريج، انا لحد البارح كان عندي مجلس قلت نوعا ما اكو واحد انصاب باليوم العاشر ركضت طويريج، واحنا هم نقول لهم من هالقناه وهذا المنبر الشريف نقول لهم عم والله غير مجالس الحسين ومآتم الحسين ودمعه الحسين وتوسل بالحسين ما راح يروح الوباء، هذا مجالس الحسين عقدوها عمي وهو غير المجلس ما راح يسوي كل شيء، الله وكيل احنا غير حسين ما عندنا وسيله، ما نعرف صلاتنا صومنا واصل، بس ان شاء الله قضيه الامام الحسين اسال الله ان يجعلها مقبوله عند سيدي الشهداء. عادت الامر بيعوس يمشي لصاحب المعروف
ولا يعتذر لا ينطي، هذا الواقع المكشوف، واحنا من يمرنا العوز نمشي لزلمه ما له شفوف، واحنا من يمرنا العوز ها نمشي لزلمه ما له شفوف، ونقل له الطينه ويا الطينه، 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 ونقل له الطينه. سادة المشاهدين الكرام، نحن الآن على طريق الأحرار، وفي هذه الحسينية والموكب الموجود على هذا الطريق، طريق الإمام الحسين، والذي يشرع بتقديم خدماته لزوار الإمام الحسين الذين يسيرون على هذا الطريق. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يتقبل أعمالكم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم ويحفظكم، الله يسلمكم. بودي أن أسمع منك حديثا عن الخدمة الحسينية في موكب وحسينية ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمثل هيك خدمة، لأنه هذه الخدمة بالحقيقة هي فد طريق وصل مع الله عز وجل. إنما هذه المؤمنين اللي يبذلون الغالي ويبذلون النفيس في سبيل خدمة زوار المولى أبي عبد الله الحسين هو لليل الرضا والقرب من الله سبحانه وتعالى. وإحنا لله الحمد والمنة، الله وفقنا أن نخدم في هذه الحسينية، نخدم الزوار ونقدم لهم كل ما نستطيع، لأن هم زوار منتسبين إلى الإمام الحسين صلاة الله وسلامه عليه، وهذا شرف ما بعده شرف، وإحنا نتشرف بخدمتهم. نحن الآن في مسيرة قافلة العشق الحسيني المتجهة إلى كربلاء، كنا أيضا في السنة الماضية في هذا المكان، وهذه السنة أيضا ارتأت هذه القافلة أن يكون محط رحالها في هذه الحسينية، حدثني عن هذا الأمر. طبعا الشعراء والرواديد هم السباقين، وهم النبراس خنعبر عنهم لعموم المؤمنين، لأن هم بالحقيقة هم حاملين القضية الحسينية على أكتافهم في سبيل نشرها وبيانها. فكانت مبادرة جميلة من عندهم، ابتدأت من السنة الماضية وفي هذه السنة، ولله الحمد والمنة أنه الله وفقنا أن نقوم بخدمتهم. كانت منهم هذه المبادرة في المشي على طريق الحسين عليه السلام في زيارة عرفة. طبعا هي هم زيارة عرفة من القدم، يعني من النظام السابق وقبله زيارة عرفة كانت تقصد، ولعله زيارة عرفة هي أكثر الزيارات اللي واردة بها روايات لزيارة الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه. فكانت مبادرة جميلة من الرواديد ومن الشعراء بتأسيس مثل هذا الموكب سيرا على الأقدام في هذه المناسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يتقبل منا، وأن يوفقنا لخدمتهم، وأن يجعلنا على عند حسن ظنهم إن شاء الله. لم تمنعكم حرارة الجو العالية جدا في هذه السنة عن أداء الخدمة أنتم كخدام في المواكب الحسينية؟ طبعا هو خدمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللي ينخرط بيها، يعني لعله هو يدرك من المعاني اللي هي مخفية عن الناس البعيدين عنها، الحرارة الجو وبرودة الجو وقساوة الظروف، هذا كله يهون، المهم أنه يدخل لك الزائر وتخدم الزائر بالشكل المناسب، هذا من أعلى غايات الفرح تصير عندك، وبحيث ما تتأثر بكل هذه الأجواء اللي يمكن أن تصير عليك. بارك الله بكم، موفقين إن شاء الله. العافية، يحفظكم الله، يسلمكم، يتقبل أعمالكم بخدمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على أشرف الخلق أبي الزهراء أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي من علينا بهذا العطاء، الحمد لله الذي من علينا بهذه العافية، بهذا الرزق المبارك، ألا وهو زيارة مولانا وقائدنا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. العام الماضي اجينا طالبين الاعتذار، وهالسنة جايين لأبو السجاد نشكره على اللي ما قدمه إنا وما أعطانا إياه، ولمسناه لمس اليد ببركة محمد وآل محمد. الحمد لله الذي وفقنا لخدمة الحسين، الحمد لله الذي هدانا باسم الحسين. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء عنا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشافي مرضانا ويعافيهم، وأن يوفق جميع القادمين إلى زيارة كعبة الأحرار أبا عبد الله الحسين. وشكر كل الشكر لحضرتكم، لأنتم واكبتونا العام وهذه السنة، واكبتوا قناة المهد المفضلة عدنا، واكبتوا هذا الموكب وهذا المجلس وهذه القافلة. نسأل الله بقبول الأعمال، كل الشكر لكم حضرة، الله يبارك فيكم إن شاء الله. بك شيخ. الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المبعوثين بالحق أبي القاسم أبي الزهراء محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم الصلاة. طبعا مسيرة أو قافلة العشق الحسيني من الله علي في هذه السنة، ولي الشرف أن آتي معهم في هذا الطريق المبارك، سواء من خدمة اللي موجودين على لا رئاسة موكب ولا هاي، لكن هم أصغر الخدم اللي أبو نجيم اللي جواد اللي أبو مهدي وكل الخدم، هاي الخدمة اللي على طول الطريق مواظبين بسياراتهم نقل الزاد والعصائر الفواكه الماء البارد كلها من طول الطريق من الكفل لحد هذا هسه الموجودين في هذا الموكب الشريف، موكب حسين الثامن الحجج علي بن موسى رضى عليه السلام السلطان. أحبائي المشاهدين الكرام، كما تشاهدون من أمامكم، ها هي قافلة العشق الحسيني تواصل مسيرها وسيرها على الأقدام إلى سيد المعشوقين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لتقدم شكرها الجزيل له صلوات الله وسلامه عليه على ما أبداه لهم من استجابة في السنة الماضية عندما أتوه مشيا على الأقدام طالبين منه عودة الخدمة الحسينية والشعائر الحسينية، وقد استجاب لهم إمامهم أبي عبد الله الحسين بما يحمله من جاه عظيم عند الله عز وجل، استجاب لهم الدعاء وأقيمت المجالس والشعائر الحسينية، وها هم الآن يأتون لأداء الشكر له إلى الله أولاً ومن ثم إلى الإمام الحسين، وكذلك ليجددوا العهد على أنهم باقون على خدمتهم لسيدهم ومولاهم أبي عبد الله الحسين في هذه السنة، ونحن في شهر ذي الحجة وفي أيام عرفة ولم تبقى إلا أيام قليلة، ويحل علينا شهر الحزن شهر العزاء محرم الحرام. سادة المشاهدين الكرام، يسرنا أن نلتقي الآن بأحد المؤسسين لهذه الفكرة وهذه القضية ولهذه القافلة، قافلة العشق الحسيني الشاعر المعروف في مدينة النجف الأشرف وفي الوسط الإسلامي والشيعي الشاعر جواد الخطيب. سلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم في هذه الليالي الأليمة، أسأل الله يوفقكم إن شاء الله. شيخ جواد، كنا في السنة الماضية قد التقينا معكم وكانت جائحة كورونا في أوجها، وكنتم طلبتم من الإمام الحسين الدعاء منه والعذر في إقامة المجالس الحسينية، طلبتم منه إقامة المجالس الحسينية. هذه السنة ما هي رسالتكم وماذا تريدون؟ أنت أخذت لقاءات مع جميع الخدام وكل من له فد غاية في نفسه، ولكن الرسالة الكبرى هي رسالة شكر للإمام الحسين. هاي مسيرتنا وإحنا إن شاء الله ما تنقطع إن شاء الله. ذيك المسيرة اللي كانت السنة الماضية كانت رسالة اعتذار للإمام الحسين، اليوم أجينا نتشكر من الإمام الحسين ونقول له شكرا يا حسين. ماذا أعددتم؟ هل هيأتم أنفسكم لإقامة المراسيم العاشورائية، مراسيم مجالس الحسين والشعائر الحسينية؟ هذا سؤال لا يطلق على قافلة العشق الحسيني، كون هي الجمرة بعد البرود، لأن أنت مثل ما تعرف وتوثقت هذا الشيء وجزاك الله ألف خير، أنت والقناة اللي العام اللي مضى كان برود، كان تخوف من أزمة كبيرة، والحمد لله والشكر طلعت هاي شبان الحسينية من النجف الأشرف قاصدة إلى كعبة الأحرار، وسبحان الله شاء الله والحسين أن على أيديهم وعلى أقدامهم وعلى أنفاسهم وعلى نياتهم تفتح المجالس وترجع الحياة الحسينية، والحمد لله هذا فضل ما بعدها فضل، هذا كله عائد إلى سيدي مولاي صاحب العصر والزمان ورعايته إنه. كون نبقى بوجه أبيض ليكم تعنينا، كون نبقى بوجه أبيض ليكم تعنينا، سنة نجمع قوت أهلنا ونحس ما وفينا، وإذا ويا أهل قصر المهم يما وكيف تمر، تعال بخاطر جمر هلا بزوار الحسين، هلا بزوار تضل عيني بدربكم، تضل عيني بدربكم يا زوار انتظركم، تدمتم
الراس والله. خوش مجلس، خوش مجلس. يلا ابويا يا خوي ادمت ايدينا يا معتنا، يا خوي ادمت ايدينا يا معتنا، الشمير مو مر عقبك يا معتنا، يا معتنا بعد العيز، بعد العز خراب وخراب وخراب يا معتنا، الحبل بجفوفها وما تترقية، هي الحبل بجفوفها وما تترقية، للشاعر ضرغام الشمرتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر قناة المهدي على هذه الضيافة العزيزة لنا، لأن احنا زوار الإمام الحسين سلام الله عليه، ونشكر الإمام صاحب الزمان الذي دائما وأبدا مع زوار الإمام الحسين، هم قضية واحدة، قضية الإمام الحسين وقضية الإمام الحجة واحدة إن شاء الله. الحمد لله والشكر على هذه النعمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حسين جيناك بمسيرتنا، يا حسين حبك سر عقيدتنا، يا حسين جيناك بمسيرتنا، يا حسين حبك سر عقيدتنا، دنيا وآخرة وياك يا ابني الزهرة نهواك، دنيا وآخرة وياك يا ابني الزهرة نهواك، حبك سر عقيدتنا، حبك سر عقيدتنا. نشكر قناة المهدي على هذه التغطية، الله يحفظكم يعطيكم العافية، الله يسلمك حجي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا نشكركم أنتم لدعمكم لهذه المسيرة في العام الماضي وهذا العام. في العام الماضي كانت المسيرة هي مسيرة شبه تحدي أو تحدي إذا صح التعبير لوباء كورونا. ما ننكر كما قلنا في السنة الماضية، ما ننكر وجود المرض، لكن نعتقد أن الحسين هو مستشفى عام لجميع العلل والأمراض. هذه السنة في السنة الماضية كانت سنة اعتذار، هذه السنة سنة شكرا يا حسين. نشكر الحسين على توفيقه لنا بعد توفيق الله أن نقيم مجالس محرم. هذه السنة إن شاء الله بالرغم من تجدد الوباء، لكن ها هم قافلة العشق الحسيني موكب شعراء ورواديد النجف، في ظل هذا الجو الحار وهذه الشمس الحارقة تجدهم يسيرون من النجف إلى كربلاء لشكر سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين على توفيقه للعام الماضي ولهذا العام. طبعا أجدد الشكر لكم أنتم لقناتكم الموقرة، جزاكم الله خير على كل مواكبتكم لهذا الحدث المهم. ونقول كل شي ما ريدوا على بدنياي وما علي بالرايحة وبالجاي، حسين اريد بخدمتك كون انا اموت، حسين توقف بالقبر وياي، يا عمل يوقف لغيرك يا حسين، تخيل بختك يا حسين بهاي، من يجروني ومن يسحلوني شقول، حسين قلهم هالشخص وياي، حسين والخدام محسوب عليك، احسبنا ذبابة جرش ودايا، جبت كل عمر حسين بس سبتش عليك، من الزغر وياك عاقد راي، عمري كان ما يتجاوز السنتين، كنت بدمعك انت تركض ورا الملاية، يا ابو عبد الله دخيلك يا حسين والقبر عصراته النهواية، بعصرة امك انا حلفنك اريد تعصر انت مروتك فوقاي، حسين يعصرني القبر ما بي حيل، ولو عصرني ولو فرضنا بهاي، منين ما يعصرني يوقع مستهل،
بالقبر بالقبر بالكعبة سوق راية. الله يوفقكم. يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي، يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي، سنة وحشة تمر علي الموكب يظل خالي. يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي، يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي، سنة وحشة تمر علي الموكب يظل خالي. يقول حضرتك الغالي عند الغالي بس للغالي، حضرتك الغالي عند الغالي بس. عيد عيد عيد. منكم يلبختكم عالي يلبختكم عالي. العام الماضي كانت رسالة اعتذار إلى الإمام الحسين لإقامة المجالس وإرجاع الشعائر الدينية بعدما كانت كورونا وسدت الأبواب جميعا حتى بيت الله الحرام، لكن ثلة من شباب النجف خرجوا إلى سيد الأحرار بنية الاعتذار، لكن هذه السنة أتينا بالشكر إلى الإمام الحسين، استجابت الدعوات وقيمة المجالس وحيات الشعائر فهذا الجو الحار ودرجة الحرارة، لكن حرارة ومحبة الحسين في قلوبنا أعلى من حرارة الجو. نقول له شكرا أبا عبد الله، شكرا سيدي قمر العشيرة لاستجابة الدعاء، وإن شاء الله مع الشكر دعواتنا بأن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء ويرحم العراقيين جميعا بحق محمد وآل محمد. بارك الله بك سيدي، الله يحفظك، جزاكم الله خير. الخدامة جينا الكافل زينب، جينا الكافل زينب، جينا الكافل زينب، يكفي الخدامة جينا الكافل زينب، يكفي الخدامة جينا الكافل زينب، يكفي الخدامة جينا الكافل زينب. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ ماهر مأجورين موفقين إن شاء الله. الله يحفظكم، شكرا لهاي التغطية، رحم الله والديكم، موفقين. أنتم جئتم هذه السنة أولا لتأدية الشكر للإمام الحسين على ما أنعم به في السنة الماضية بأن أقيمت مجالس الإمام الحسين وأقيمت الشعائر الحسينية وركضة الطواريد والزيارة الأربعينية، ما هي رسالتكم في قافلة العشق الحسيني هذه السنة؟ احنا مثل ما نقول يعني علية القوم اللي هم الشعراء ورواديد اللي يمثلون الخط الحسيني المؤسسة الحسينية، رواديد وشعراء النجف الأشرف الآن خلفي وأنا أتحدث باسمهم إذا يرصوني، يعني نجدد الولاء ونقدم الشكر والثناء لسيد الشهداء، وجايين ناخذ الإذن بخدمته العظيمة الشريفة ونقول له يا سيد الشهداء خدمتك ومجالسك هي التي أنهت الوباء، وإن شاء الله نحن باقون على العهد، وجينا الكافل زينب يكفي الخدام إن شاء الله. جينا الكافل زينب يكفي الخدام، جينا الكافل زينب يكفي الخدام، جينا وي خدام عضيده ما قصر عباس، وي خدام عضيد ما قصر عباس، وي خدام ما قصر عباس، وي خدام عضيد ما قصر عباس. انت بهذا العمر وتتوجه الى الامام الحسين ماذا تريد منه؟ ما قصر عباس، اريد يرفع الغم عن هالامه بحق الحسين ومصيبه الحسين، يرفع الوباء والبلاء. ثلة أنصار بيد الأحرار من لهاليوم صارت تذكار، حصلوا هالمنزلة بحب ابن عقد الولاء، حصلوا هالمنزلة بحب ابن عقد الولاء. ثلة أحرار صفوة تنصار أبو اليمة، خاض معركة الكرامة وشاف الإخلاص الحقيقي بثلة ذوبها غرامة،
أبد ما عرف الطريق به مضمون السلامة بغيرة هلاك وبيندم والمال والدنيا وهم أصل دين الله الإمامة عرفت تختار تالي هوين والجنة دار لان صار حسين نجحة وبهالمرحلة بحبي بن عقد الولى ثلت أحرار الله يقضي حواشك طيب الله انفاسك بارك الله نويز من الكوفة العلوية المقدس شكر لله شكرا لكم لعلى محمد وآل محمد أنا أحبك تلممو من اللسان حسين أنا أحبك تلممو من اللسان كلمة من لسان قلب انطيها دنيا ما بيها حسين اعشقها ليش دنيا ما بيها حسين اعشقها ليش شل بيها وحضرتك ما بيها يا زليخة وعابس اللحقة وهواي نقول له يا زليخة يا زليخة وعابس اللحقة وهواي الما تصير بحبك مسويها أنا أحبك كون ما أحكيها هيك أنا أحبك كون ما أحكيها هيك كون أصلى على النبي أعلى النبي من أحكيها دلوني وديك باب طبيبي ليفقد أحباب أنا فاقد حبيب وقع ضامي وسليم دلوني ودق بابه كل مغربي طايح مبين حبيبي رايح ابدا عصر من العصور ومبلل العين كل يلي ما انام ما عايش بسلامه الفاقد لا يخلي ألا مثيل ليالي المساجين يخلص الليل بين دمعه وبين ذكره يخلص الليل ما يظل حال حسين خلى بقلبي حسره ما يظل حال عيوني الوجه مشتاق بقلبي ياكل فراق بوسط أهلي وغريب أنا فاقد حبيب دلوني ودق بابه ادعي لي يما من تصلين اقضي حياتي
وجيت بخدمة حسين. ادعي يا جنة يا أم المحنة، أقضي حياتي بخدمة حسين، أقضي حياتي بخدمة حسين. للخدمة أنا من الصغر يا يما حبيت، قلدت عبد الله الطفل بإحساس حنيت. يا ريت كنت بكربلا يا يما يا ريت، يا يما يا ريت، حتى أحس بكل ألم وكل طفل صاب السهم. وانجي وبنار الخيم ويا ليتا، ويا ليتا. ادعي بدعائك اكبر هواي، بقد ما نظر عبد الله للماي، واحكي لعنه يم المحنه. جاءوا ويحدوهم الامل ويحملون العشق في قلوبهم، يسالون من معشوقهم ان لا يخيب ظنهم كما لم يخيب ظنهم في السنه الماضيه عندما ارتفع الوباء بعد الزيارة الأربعينية وتناقصت الأعداد إلى أن أصبحت صفر في معظم المحافظات العراقية. ليس فقط شعيرة المشي إلى كربلاء، بل إنه صلاة الجماعة أيضا تقام. الأدعية المستحبة في أيام شهر ذي الحجة أيضا هي التي تقام. إذن هم مؤمنون بكل ما جاء به الإسلام، ليس فقط بشعائر الإمام الحسين بل كل الشعائر الإسلامية يؤدونها عشاق الإمام الحسين، وكذلك خدمة الإمام الحسين لم يتوانوا في إقامة مأدبة الكرم والعطاء، هذه المأدبة التي حيرت العالم بأجمعه كيف يمكن لأناس ليس لهم ذلك المردود المادي القوي أن يطعموا ملايين الزائرين الذين يسيرون إلى أبي عبد الله الحسين ولأيام متواصلة. فيما مضى من الوقت كنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام حيث أعددنا لكم تقريراً مصوراً عن مسيرة قافلة العشق الحسيني إلى كربلاء المقدسة إلى الإمام أبي عبد الله الحسين لأداء الشكر له على ما أنعم وما أفضل. إلى أن نلتقيكم في تقارير مصورة أخرى إلى ذلك الوقت، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليكم تعنينا، كون نبقى بوجه ابيض ليكم تعنينا، سنة نجمع قوت اهلنا ونحس ما وفينا، واذا ويا اهل قصر المهم يما وكيف تمر، تعال بخاطر جمر هلا بزوار الحسين، هلا بزوار، تضل عيني بدربكم